لتسليط الضوء أكثر على العقوبات الأمريكية على ميليشيا الحشد، ينضم إلينا داود البصري الكاتب الصحفي عبر الهاتف من أوسلو. أهلا بك معنا سيد داود. أهلا وسهلا بكم مستعد الكريم. أهلا بك سيد داود. يعني يبدو أن واشنطن مصرة على معاقبة وحصار أذرع إيران في العراق، ما هي الأدوات التي تمتلكها واشنطن لمعاقبة الميليشيات بطبيعة الحال غير العقوبات المفروضة سابقا؟ أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. هذه العقوبات أجت بطريقة ووقت متأخر جدا، أجت مثل ما نقول في الوقت الضائع من إدارة ترامب، وهذا أعتقد تحمل مسؤولية كبيرة في مدى تحقيق الجدية في هذه الضربة. التقرير اللي سمعناه طبعا الجال أنه إضافة اسم عبد العزيز المحمداوي أو الخال أبو فدك، جاء إضافة هذا الاسم أيضا لإقامة الإرهاب وهو رئيس أركان الحشد الشيعي الشامي. طبعا هنالك وسائل عديدة تستطيع الولايات المتحدة أن تنتقم أو أن تعاقب هذه الميليشيات، ليس من ضمنها فقط العقوبات المالية والاقتصادية والحسابات اللي موجودة في الخارج أو في الداخل، وإنما عن طريق الضربات المباشرة، عمليات الاغتيال، عمليات الإبعاد، عمليات الضرب بكل وسيلة ممكنة لقواعدها ومقراتها، وهو ما يحصل حاليا، ما تقوم به الطيران الاسرائيلي في الساحه السوريه. وكذلك هنالك ضربات وجهت البارحه تكريت في مقر امن الحشد في منطقه العوجه اعتقد، وفي منطقه الكيشيفة ايضا هنالك ضربات حقيقه، ويقال انه خلال الايام القادمه راح توجه ضربات حقيقيه للكثير من الات الحرب والكثير من قيادات هذه الجماعات. المشكله انه الاداره الامريكيه عندما تعاملت مع النظام العراقي تعاملت منذ البدايه مع جماعات ارهابيه، يعني حزب الدعوة هو حزب إرهابي مصنف دوليا حزب إرهابي، نفذ عمليات تفجير واغتيالات في بيروت في الكويت في خطف طائرات، يعني هذا الموضوع معلوم. ثم الإدارة الأمريكية الحالية يعني تصرفت في الوقت الضائع وتصرفت في الوقت الخطأ أيضا. هنالك مشاكل داخلية أمريكية لا شك راح تخفف كثيرا من حدة عقاب الأمريكي لهذه الجماعات، لكن مثل ما قلت في البداية أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي أبدا. أيضا يعني سيد البصري، إلى أي مدى ترى أن العقوبات الاقتصادية كتلك التي فرضت على بعض قيادات الميليشيا يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على قدرة الميليشيات وتحجيم نفوذها في العراق؟ العقوبات الاقتصادية أعتقد عقوبات للمسخرة وغير مجدية، لان هذه تملك ادوات عديده للتهرب من مزارع. لا اعتقد انه مثلا محمد داوي ابو فدك مثلا عنده حسابات في الغرب في الولايات المتحده، او لا يتحركون بوسائل اخرى، يتحركون بوسائل ماديه عن طريق اخرين، يتحركون بدعم من النظام العراقي ذاته وبدعم من النظام الايراني، لذلك العقوبات الاقتصاديه غير مجديه بالمره، وهي اقرب الى المسخره منها الى الواقع. هذه افضل العقوبات حقيقيه تكون عن طريق فعل وعمل عسكري مباشر، عن طريق انهاء الوجود الميداني والارضي لهذه القوات او لهذه العصابات المسلحه. هذه عصابات ارهابيه، واعتقد ان العالم عندما يغازل الارهاب هنالك كارثه حقيقيه، عصابات ارهابيه مع الاسف مسوده من الدوله العراقيه، وهي بالتالي دوله ارهابيه. وتصرف الرئيس العراقي اللي هو هذا برهم تصرف اعتبره ارهابي، تصرف غير مسؤول، رغم انه هو ايضا انحدر من ميليشيا ومن عصابه الشمال المسلحه. لذلك اعتقد هذا النظام بمجمله هو نظام ارهابي، واعتقد من النفاق ان الصرف من التصرف انه يعزلون جماعه عن جماعه، الحشد ومؤسساته هو جزء من حزب الدعوه وجزء من فيلق بدر وجزء من المجلس وجزء من كل الجماعه، كل المنظومه الحاكمه في العراق منظومه ارهابيه. نعم هذه الحقيقه. السيد البصري، يعني هل تتوقع تصاعد في حده استهداف هذه الميليشيات بعد الحديث عن العقوبات الامريكيه؟ اتمنى ولكن لا اتوقع. لا اعتقد، فقط العقوبات هذه عقوبات اعلاميه، قد يصاب هذا الطرف او ذاك، قد يعلن هذا الطرف او ذاك، لكن ابعاده عن المشهد اعتقد مساله صعبه جدا، خصوصا بعد تغيير المشهد الاقليمي وبعد تغيير الاداره الامريكيه وبعد اللي قاعد يصير شفناه. يعني حتى الامم المتحده مثلا احتجت على تصنيف الحوثيين جماعه ارهابيه، الامم المتحده متعامله مع هذه الجماعات ايضا. المشكله انه هنالك مافيا دوليه تساند هذه الجماعات، لا توجد هنالك مع الاسف ردود افعال عربيه او مواقف عربيه تساعد هذه المواقف، حتى المواقف العربيه مواقف متخاذله جدا جدا، يعني هذه الميليشيات منتشره من افغانستان وحتى البحر المتوسط، في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان وفي اليمن. طيب لماذا في الوقت الحاضر ولماذا في الوقت الضائع وان كانوا خلال هذه السنوات؟ هي هذه المشكله يعني. نعم. فما اعتقد هذه العقوبات يكون لها تاثير كبير الا اذا كان هناك فعل عسكري امريكي مباشر
لا أعتقد أنه سيحدث بسبب ضيق الوقت يعني. نعم سيد البصري، أيضا يعني كما تعلم تشكيل ميليشيا الحشد كان مجرد حيلة لدمج الميليشيات بأجهزة الدولة وإعطائها غطاء قانوني، كيف ترى موقف الحكومة في بغداد بعد العقوبات التي فرضت على ميليشيا الحشد وقادتها؟ ميليشيا الحشد أساسا وفتوى السيستاني أساسا هي غطاء لتشكيل قوات الحرس الثوري العراقية الرديفة لقوات الحرس الثوري الإيرانية، قلناها منذ البداية منذ 4 أو 5 أعوام حقيقة. أما موقف الحكومة العراقية فهو موقف لا يعني أي شيء، موقف ضعيف متخاذل يعتمد على متغيرات دولية، لا يملك إلا أن يقول لا، لأنه هو جزء من المشروع الإرهابي. النظام العراقي هو نظام أساسا مكون من أحزاب إرهابية تمارس العنف والتقتيل الطائفي والتفرقة الطائفية وتمارس كل أدوات العدوان، نظام مرتبط بالنظام الإرهابي الإيراني، ماذا تتوقع منه أن يكون؟ من الطبيعي أن يرفض، لكن يبقى معتمد على يعني على الطائحات مثل ما يقولون، على على تغير الأوضاع الدولية لا أكثر ولا أقل، وبالعكس هو يمشي الأزمة، سير الأزمة، يدير الأزمة بدون أن يستطيع أن يفعل أي شيء، فقط ينتظر الرحمة من الخارج. كيف ما يكون الجواب من الخارج يكون الجواب بالداخل. رغم العقوبات الأمريكية يتصاعد كما نرى سباق التسلح بين الميليشيات وعلى رأسها بطبيعة الحال ميليشيا حزب الله في العراق، كيف تقرأ أهداف وتداعيات هذا الصراع بين الميليشيات؟ أن هذه الميليشيات أساسا صراع عصابات مافيوزية تتصارع على السلطة وتتصارع على المناصب وتتصارع على الامتيازات المالية وتتصارع على الحدود وعلى الأموال وعلى المنافذ وعلى كل شيء، هؤلاء يحملون بذور قناعهم، لكن المشكلة أنه لا توجد قوة حقيقية تقف في مواجهتهم، مثل عصابة الصدر على خلاف مع عصابة الخزعلي، على خلاف آخرين مع عصابات أخرى، عصابات كتائب حزب الله أو عصابات العطائب أو عصابات ما يسمى بسرايا السلام، هؤلاء أساساً موضوع خلاف وفرقة، هؤلاء أساساً متفرقين، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، هؤلاء كل واحد يبيت الآخر، لكن مشكلة في الطرف المقابل لا توجد جبهة مقاومة حقيقية لمقاومة هؤلاء. تفتت الشعب وتشتت الشعب وضعف المقاومة الوطنية العراقية أدى إلى هذه النتيجة، هؤلاء جبناء لا يستطيعون لا يصمدون في أي مواجهة حقيقية حدثت. الجيش العراقي جيش مهمش منتهي، جيش الدم، جيش ما له قيمة، جيش يحكمه مجموعة من الضباط التافهون المرتزقة، هؤلاء لا يمكن، بالعكس هم كانوا هم قادة الجيش العراقي كانوا أدوات عند قادة الميليشيات، كانوا يشتغلون بأوامر سليماني وأوامر المهندس وأوامر الآخرين، يعني في العراق مهزلة حقيقية يعني. شكرا جزيلا لك داود البصري الكاتب الصحفي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من أوسلو.